سيارتين تابعتين للقصر تنقلان عائلة ريان إلى الرباط. إليكم التفاصيل. فقد نقلت مصادر محلية من مدينة شفشاون أن سيارتين حلتا اليوم الأربعاء بقرية تمروت قصد نقل والدي ريان وجدته إلى العاصمة الرباط. وذكر الناشط المحلي عبد المجيد أحارز أن السيارتين تابعتين للقصر الملكي. وقال عبر صفحته على الفيسبوك: سيارتين تابعة للقصر الملكي نقلت اليوم أب وأم الطفل ريان وجدته من الأب من تمروت إلى العاصمة. وقد أثارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موضوع الهبات والهدايا والتبرعات التي وعد بها عدد من المشاهير ورجال المال والأعمال عائلة الطفل ريان الذي هزت قضيته العالم. وحسب معطية موثوقة فإن قضية أسرة الطفل ريان يظهر عليها فريق خاص بأمر ملكي يقوده عامل الإقليم. أما بخصوص التبرعات والهبات والتي تدخل في خانة الإحسان العمومي فأمرها يتطلب مساطير وإجراءات قانونية وليست بالأمر السهل كما يتوقع البعض، وتم وقفها نظرا لاستغلال البعض للوضع المأساوي للعائلة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدة جهات داخل الوطن وخارجه وعدت بتقديم تبرعات سواء كانت مالية أو عبارة عن منازل أو تذاكر العمرة والحج، إلا أن العائلة لم تتوصل بشيء.